شكرا سيدة النائبة المحترمة على هذا السؤال. حقيقة عرفت أسعار النقل البحري ارتفاع بسبب ارتفاع أسعار الوقود كثير شيء خلال العملية ديال المرحبة اللي سبقت، وعلى غرار عدد كبير من الدول يعني تأثر النقل البحري في بلادنا وخاصة النقل البحري للمسافرين بسبب تداعيات هذه الاضطرابات. رغم التعبئة يعني اللي قمنا بها باش نقدروا تكون واحد الساعة كافية للنقل خلال عملية العبور، خصني نذكر بأنه العلاقات أو الربط ديال النقل البحري بين المغرب وأوروبا تخضع للاتفاق الدولي اللي تيأثروا، وهذا الاتفاق الدولي تينص على أن الأثمنة تتخضع، هي محررة وتتخضع لقانون العرض والطلب. فبخصوص عملية ديال العبور مرحبة ديال السنة المقبلة يعني غادي نعملوا على توفير أسطول بحري يلائم التدفقات المرتقبة خلال فترة الذروة، وغادي نجربوا النوع والخطوط البحرية اللي تتربط المغرب بالموانئ الأوروبية. من جهة أخرى سهرا على راحة المسافرين اعتمدنا لأول مرة الحجز المسبق خلال العملية ديال العبور ديال سنة 2022، وساهم هذا الحجم المسبق في ضمان انسيابية التدفقات خلال فترة الذروة، حيث أنه تقريبا 35% من المسافرين عبر الخطوط القصيرة المدى حجزوا تذاكر ديالهم مسبقا، وتنأملوا نقاربوا نسبة 100% من بعد سنتين.